السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مثبت العقل والدين في الدماغ يا رب. دلوقتي البهوات من كتر ما هم في مشكلة كبيرة عمالين يخبطوا في الكلام ويخبطوا في القوانين ويخبطوا في كل حاجة. بس خلينا نمسكها واحدة واحدة لان العملية بقت صعبة قوي. دلوقتي محامي الافريقي التونسي اكد ان اتحاد الكورة بعت ما يفيد ان سيف الدين الجزيري انتقل انتقال حر. النهاردة كله بيشير الاخبار المتعلقة بانتقال سيف الدين الجزيري وبتؤكد ان سيف الدين الجزيري انتقل الى المقاولين، انتقل من المقاولين العرب الى الزمالك بعد تفعيل بند الشراء لانه كان اعارة بنية البيع. طيب نفس الناس في المقاولين العرب دلوقتي بيقولوا ان احنا استغنينا عن سيف الدين الجزيري وبالتالي انتقل سيف الدين الجزيري الى الزمالك انتقال حر. فعلشان كده نظبط الامور كده في نصابها الصحيح. اولا اذا كان سيف الدين الجزيري انتقل بالفعل بعقد اعارة بنية البيع فما فيش مشكلة في البطولات اللي خدها الزمالك في تواجد سيف الدين الجزيري، ولكن المشكلة هتبقى في ان اتحاد الكورة تآمر صالح الزمالك علشان يعفيه من الفلوس اللي المفروض يدفعها للأندية التونسية، اعني اتحاد بوقردان واعني نادي الافريقي التونسي. في الحالة دي طبعا اتحاد الكورة متواطئ بشكل كبير جدا مع الزمالك علشان يعفيه من صرف الفلوس دي، وده معناه ان اتحاد الكورة زور. طيب لو المقاولين العرب عنده حق واتحاد الكورة عنده حق فده معناه برضو ان في مشكلة. ازاي الزمالك وقع مع سيف الدين الجزيري وهو محروم من القيد لمدة فترتين وما ينفعش يقيده الا مع فتح باب القيد، وساعة فتح باب القيد كان الزمالك ما هواش قادر على انه يقيد اي حد. فبالضرورة دلوقتي الواضح بالنسبة للجميع هو ان اتحاد الكورة في الاساس مدان، لان في كل الاحوال اتحاد الكورة هيبقى مدان، اما الزمالك فهيبقى من بحيثيات اللي قدامنا واضح كده ان اتحاد الكورة حاول انه يقف معاه علشان يعفيه من صرف مبالغ هو مش قادر انه يدفعها. كل ده طبعا هيبان خلال الفترة الجاية، لكن التخبط اللي حصل دلوقتي مش هينهيه الا ان الزمالك يتفاوض مع الاندية التونسية صاحبة الحق في ان هم يتنازلوا عن القضية. وهنا السؤال اللي لازم الناس كلها تسأله، هل فيفا ممكن ان هو يتنازل هو كمان عن البحث في اصل الحكاية المتعلقة بعقد سيف الدين الجزيري اذا تنازلت الاندية التونسية؟ هل ده بقى من حق الفيفا انه ياخد القرار ده بعد ما بدأ يبان ارهاصات او شكوك متعلقة بمخالفة واضحة وصريحة للوائح وتآمر ما بين اتحاد الكورة وما بين الزمالك؟ ده السؤال اللي لازم الناس تطرحه خلال الفترة القادمة. هيبان كل شيء، بس زي ما قالوا زمان لما الحرمية بيختلفوا المسروقات بتظهر. السلام عليكم.